مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد، يعطيك العافية. الله يعافيك يا أهلا وسهلا. مدى استعداداتكم وإحنا دخلنا الآن في الساعات المتوقع زيادة هطول الأمطار فيها؟ بداية اسمح لي أن أتقدم جزيل الشكر لوزارة الإعلام وتغطيتها المتميزة لهذه الأحداث. أما مدى استعدادنا فأنا راح أتكلم عن استعدادنا واستعداد جميع الجهات العسكرية اللي موجودة معانا في مركز الكوت، سواء من وزارة الدفاع إلى الحرس الوطني إلى وزارة الداخلية، إضافة إلى الإدارة العامة للإطفاء. جميع هذه الجهات مستعدة في جميع الآليات في جميع الكوادر البشرية، وحنا قادرين لا سمح الله إذا احتاج الأمر إلى التعامل مع أي بلقات قادرين أن نتعامل معها إن شاء الله. فأنا اليوم كنت في جولة إلى جميع المراكز الجنوبية، 6 مراكز جنوبية. خلال هذه الجولة ولله الحمد الطرق كانت سالكة، الاستعدادات كانت على أكمل وجه من جميع الجهات الأربعة، ولكن نتمنى وقد يكون الوضع نقول يجب أن الأخوان المواطنين والمقيمين اللي تم عطائهم رخصة من الدولة مشكورة اليوم نظرا للظروف الجوية، نتمنى أن يفسحوا المجال لجهات الطوارئ للعمل وأن لا يكون يخرجون في وقت ما فيه داعي للخروج له. فهذه يعني رسالة نتمنى أن يكونون عون لنا في هذه الظروف وأن يلزموا منازلهم وأن يستمتعوا بهذه الأجواء. هذا مطر وخير ولقاية اليوم لقاية هالساعة الأمور طبيعية والمطر ينزل يعني بكميات معقولة، فنتمنى أن لا يخرجون المواطنين والمقيمين إلا للسبب أسباب ضرورية، ونتمنى إن شاء الله السلام للجميع. سعادة الفريق، إحنا الآن يعني دشينا في المرحلة المتوقع زيادة الأمطار، ومثل ما لاحظنا قبل شوي أن هناك يعني سحب ركامية رعدية قاعد تتضح لنا الآن. ما هي يعني الخطة التي وضعت لهذه الساعات؟ نتمنى أن تمر بسلام بإذن الله. طبعا في وضعت خطة من خلال اللجنة التنسيقية للطوارئ والسيول والأمطار. هذه الخطة تتمثل في عدة محاور، أهمها التركيز على عدم خروج المقيمين والمواطنين والبقاء في منازلهم، هذه أهم خطوة ونرجو تعاونهم في هذا الشيء. الخطوة الثانية أن يتم التسكير لأي طرق قد يجوز هناك يكون فيها تجمعات مائية حتى لا يكون تحتجز سيارات فيها أفراد في هذه الخطة، وهذا التواصل المستمر بين وزارة الداخلية ووزارة الأشغال. والمحور الأخير هي الاستعدادات اللي قاعدين تشوفونها من جميع الطوارئ، إذا في استلزم حاجة لتدخل أو عملية إنقاذ جميع الجهات جاهزة لتلبية النداء. سعادة الفريق خالد المكراد، كل الشكر لك ولجميع العاملين في هذا المركز ويعطيكم العافية. مشكورين، عساكم على القوة. إذا مشاهدينا الكرام، كانت هذه تغطيتنا في مركز الكوت بمنطقة صباح الأحمد.